لما بفكر في كمية المشاريع اللي بلشتها وما كملتها، دايما برجع لنفس النقطة اللي بلش فيها كل إشي، وهي لما بلشت فعليا أقرأ كتاب Pictures and Tears. هذا الكتاب لسبب ما بعرف إيش هو، بس ما عمري قدرت إني أخده عن الرف وأكمله. دايما كنت أرجعه بنصه ربعه، أحيانا أعدي النص بس ما بخلصه. وعلاقتي مع هذا الكتاب حسيت إنها عبارة عن صورة مطابقة لكتير أشياء صارت معي بعد الجامعة ولما بلشت شغل. بس خلينا نرجع شوي لورا. متى شريت الكتاب؟ شريت الكتاب ب2015 في معرض الأزبكية للكتب المستعملة اللي كانوا يعملوه بجاليري راس العين، وهناك كان في كتير كتب، وكانت الرحلة كلياتها على بعضها عبارة عن رحلة البحث عن الكنز بالنسبة لي، لأنه كانت كتب مستعملة ما في منهم غير نسخة واحدة، ملان كتب، كتير طاولات، كتير أشياء. وشو بقدر أحكي غير أنه طلعت بكتير كتب، ومنهم كان Pictures and Tears. فاست فورورد لتخرجت وبلشت شغل، وبعد أشهر من إثبات الذات حسيت أنه ذاتي أصلاً عم تنمسح، لأني بطلت أقرأ، ومش بس هيك بطلت أعمل أي إشي من الأشياء اللي كنت أحبها وأحبني أعملها. وفعلياً كان مستحيل يمر علي أسبوع وأنا في الجامعة بدون ما أكون فاتحة كتاب. فشو اللي صار؟ ليش بطلت أقرأ؟ هلا التفسير المنطقي للموضوع بيكون إنه عم بمضي 8 ساعات على شاشة كمبيوتر عم بترجم، وعيني آخر النهار ما بدهم يشوفوا شاشات وكلمات وكتب، بدهم بس يطلعوا على السماء، مساحات مفتوحة، أتمشى. بس كنت خلص قرفاني إشي اسمه إني أقرأ وأكتب وترجم. كان الموضوع صعب، بس أنا كنت مصممة إن القراءة بالذات هي جزء مني، من زمان بقرأ بحب الإشي، فما بدي هذا الإشي يتغير. لأني ما بلشت قراءة بس بالجامعة، أنا كنت عم بقرأ من في المدرسة، فبالنسبة لي كان جزء كتير كبير مني اللي أتخلى عنه بس لأني بلشت بمرحلة زي مرحلة الشغل. فبلشت أخذ معي Pictures and Tears وين ما كان، كنت أخذه على الشغل، أقرأ في الباص وأنا بستنى الباص، قبل ما يبلش الدوام، بالبريك تبع الدوام وأنا مروحة، اللي بدكم إياه كنت أقرأ. بالرغم من كل هاي الجهود، إلى أنه لحد هلأ 2023 الكتاب لساته على رف الكتب غير المقروءة. ولما بتفرج على حياتي بشكل عام بهديك الفترة، بتذكر أني بلشت كتير مشاريع، بلشت كتير هوايات، بلشت كتير أشياء نفسي أعملها، ولا إشي منها خلص. ما كنت بقدر أخلص هالأشياء. بلشت قناة يوتيوب، ما قدرت ألتزم، بلشت أشتغل على كتب معمولة يدوياً، يمكن أكثر إشي طولت فيه وبعدين تركته. بلشت كتير كتب غير Pictures and Tears برضو ما خلصتهم. شريت أورج عشان أتعلم أعزف، تركت الموضوع. حتى تعلمت كيف أعمل أساور الصداقة. بلشت بأول مشروع إلي فيها، كان كتير نفسي أعمل شعار مسلسل فريندز، عملت يمكن لحد حرف آي وبعدين تركت الموضوع. عمري ما بلشت تحدي يوغا 30 يوم اللي بتعمله أدريان كل سنة، وفعليا خلصته، عمري ما خلصته. بالكتير بمشي معها 10 أيام وبعدين that's it. ولو بدي أقعد أعدد بالمشاريع ما حخلص. وهلأ قررت أرجع أخذ الكتاب عن الرف وأبلش فيه، وبتمنى أني أخلصه هاي المرة. بركي انكسرت اللعنة، في لعنة ما بعرف، يمكن يعني في كان كسل، يمكن في كان عدم ثقة بالذات، تفاهة، ما بعرف، بس بركي كسر الشر صح. وهاي المرة ما عندي أعذار واضحة، يعني هاي السنة ما عندي شغل مثلا، أنا ما أخذ إجازة، فبقدر بركي أخلص الكتاب في هاي المرحلة. بتخيل إنه إذا أنا عن جد بدي أخلص الكتاب، إذا أنا عن جد بدي أخلص أي نوع من أنواع المشاريع اللي أنا كنت بتمنى أني أخلصها بس كنت أتحجز بالشغل وبأنه ما عندي إرادة للحياة وما عندي أي نوع من أنواع الطاقة، حالياً إذا جد بدي أعمل هاي الأشياء بقدر. أحياناً بيكون صعب نلاقي الخط الفاصل بين الأشياء اللي صحي وكويس لأنه نخلصها ونشتغل عليها ونتعب عشان ننهيها،
بس بنفس الوقت بحس في أشياء مش لازم نضلنا وراها لأنه بتشتتنا عن المشاريع المهمة. بس بالنسبة لشخص مثلي ما عمره استكشف حاله بالمشاريع اللي كان نفسه يعملها وما أخذ أي نوع من أنواع المخاطرة بأنه يلتزم بمشروع من الألف للياء وينهي عشان أشوف إذا انبسطت ما انبسطت، شو كانت الأثار الإيجابية شو كانت الأثار المش إيجابية، مثلا مش ضرورة سلبية بس يعني ما استمتعت، كيف بده يكون الخط واضح بالنسبة لإلي إذا أنا ما عمري أصلا مشيت. أول خطوة ممكن الواحد يعملها إنه يجرب. في النهاية بحس إنه الخط الفاصل إذا بدنا نشوفه لازم بالبداية ندرك إنه التجربة مهمة، إنه أنا أقعد أجرب أشتغل أخلص للآخر هي الطريقة الوحيدة اللي بقدر أعرف من خلالها إذا هذا الإشي إلي أو لا، واللي رح يفصل الشك باليقين واللي رح يخليني لقدام ما أندم وبنفس الوقت ما أحس أني عم بضيع وقت. وهي الدوامة تبعت الشك وتضيع الوقت وأنه أنا رح أندم أنا مش رح أندم أنا ما بعرف أنا بعرف، هاي كلياتها بتروح. ما حدا بيعرف شو الكويس إله إلا إذا بيخلصه للآخر وقدر فعليا يحصد خيراته أو يحصد خسارته، لأنه إذا ما جربنا ما رح نعرف ونستكشف إحنا مين من خلال هذا المشروع أو هاي الهواية أو شو ما كان الإشي اللي إحنا حابين نعمله. عشان هيك أنا رح أمسك الكتاب وأخلصه خلال الشهر إن شاء الله وأخلص باقي الأشياء اللي كان نفسي أعملها، لأنه غير هيك ما رح أعرف. وبشوفكم على خير، باي.